مساء الخير، راح أعمل بسبوسة الكرك بخليط البسبوسة من مذاق الذواقة، وحستخدم شاي الكرك برضو من مذاق الذواقة. في البداية خليط البسبوسة حنحتاج تقريبا لكوب من الحليب الطازج 200 ملي. أنا حستبدل كوب الحليب المكتوب هنا، طبعا تقدر تستخدموا كوب الحليب بس أنا حستبدله بكوب من شاي الكرك. حعمل الكرك زي ما هو مكتوب، هاخد فنجان وأضيف له الحليب السائل المبخر وأتركه يغلي 5 دقائق. ما حضيف سكر لأني حكتفي بالشيرة اللي راح أعملها، فيصير أعمل شاي الكرك زي ما هو مكتوب بدون السكر، وأخذ منه كوب وأخلطه مع خليط البسبوسة. حيصير عندنا بسبوسة كرك إنما إيه آخر حلاوة. أنا عندي 4 أكواب موية، حضيف له فنجان من خليط الكرك، هذا كده فنجان، وحرفعه على النار لمدة 5 دقائق. بعد مرور ال5 دقائق أضيف علبة حليب مبخر وأخليه كمان 5 دقائق وأطفي عليه. بعد مرور 5 دقائق حضيف الحليب المبخر وأخليه كمان 5 دقائق على النار. هذا شاي الكرك صار جاهز، حخليه يبرد تماما بدرجة حرارة الغرفة وحصفيه، وحاخد منه كوب واحد بس. بردت شاي الكرك وصفيته، وأخذت منه بمقدار كوب 200 ملي أضيفه للبسبوسة. أحلى حاجة في خليط البسبوسة إنه من دون بيض، سواء اتبعتي نفس التعليمات المكتوبة أو استبدلتي الحليب بشاي الكرك زي ما عملت أنا، ما حتحتاجي بيض، هذا أهم شيء. فيصير عندي هنا 200 ملي من شاي الكرك، وعندي علبة قشطة، و100 ملي اللي هي نص كوب زيت. في البداية عندنا هنا خليط البسبوسة، حفرك الخليط هذا الخليط مخلط وجاهز، حفره حضيف كوب من شاي الكرك وحضيف نص كوب زيت وعلبة قشطة. وأخلط الخليط لين يتجانس. كده الخليط صار جاهز، حصبه في صينية مدهونة. حصب الخليط في الصينية المدهونة. حدخلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 20 دقيقة، بالكثير نص ساعة. جهز الشيرة، هنا عندي فنجانين سكر مع علبة حليب مبخر، أغليهم على النار يلين السكر كده يدوب وياخد له غلوة واحدة وحيكون جاهز. بسبوستنا خرجت من الفرن وصارت جاهزة، باقي أسقيها بالشيرة وأزينها. أسقيها وهي حارة. عشانها حارة شربت بسرعة الشيرة، ضروري تسقيها وهي حارة، سواء شيرة الحليب المبخر أو الشيرة العادية أو بالحليب المكثف المحلى، كله ينفع. حزينها دحين، أقطعها وأزينها باللوز والورد المحمدي.
بسم الله ما شاء الله، من شكلها مرة متحمسة أدوقها، من شكلها باينة اللزازة. طبعا أنا استخدمت الصينية الوسط، طلع شوية سميك، فإذا أنتوا تبغوها بسبوسة كده سخيفة استخدموا الصينية الكبيرة. حرش اللوز على كل مربع. الوردة المحمدي. وبكده بسبوستنا صارت جاهزة، يعطيهم العافية مذاق الذواقة، إبداع إبداع، سهلوا علي صنع الحلا صراحة، ماني من محبين الحلا كتير، بس صرت أحب أعمل حلا مع مذاق الذواقة. الخليط جاهز ومجهز وأنا ما أحب أتعب، ما في أحلى من كده. الله تبارك الله، بسبوسة الكرك صارت جاهزة، والله يا مذاق الذواقة انتوا ابداع ابداع، ولا اطعم ولا الذ ولا اسهل من كده بصراحة، سهلتوا علينا الحلا. والاجواء الباريسية اللي احنا فيها في مكة هنا كل شوية ما شاء الله مطر وغيوم، من جد من جد كان يبغالها بسبوسة كرك. طبعا طبعا ما يحتاج اقول لكم قد ايش لذيذ، مو بس لذيذ الا بعده مرة لذيذ، مع الوردة المحمدي واللوز ونكهة الكرك، شي خيال خيال. وترى أنصحكم تجربوا شيرة الحليب المبخر بالذات مع بسبوسة الكرك، متناغمة متناغمة. طبعا كمان شوفوا المقاس، صراحة مقاس الصينية ممتاز، ما هي مرة سخيفة ولا حتى كمان مرة سميكة، لا والله ممتازة، حبيت مقاس الصينية. يعني لو كان عندك الثلاثة قياسات فحيكون الوسط، لو كان عندك القياسين حيكون الصغير مش الكبير مرة، لا إلا أصغر منه بشوية عشان تعرفوا القياس. أكيد إنه قلبي يتعصر على الدايت وعلى التكميم، يعني من جد من جد ما أدري ما أدري إيش أسوي، اللهم إني استودعتك وزني. أنا هو على الأرجح عشان يكون متفقين حكمل دي الوصلة، وبعد كده يعني حمشي وألعب أثقال وكل أنواع الرياضات اللي أعرفها عشان أحرقها، خلاص كده إن شاء الله يعني حكون عادلة مع نفسي. آه ما شاء الله لذيذة. مذاق الذواقة للقهوة العربية والكرك والبهارات وخلطات المعجنات، دونت، الجيمات، سينابون، بالإضافة إلى خليط البروستد والبسبوسة. تسعى مذاق الذواقة لتسهيل إعداد الوصفات والمعجنات بعيداً عن الإعداد المطول للتحضير. تتميز قهوة مذاق الذواقة بالنكهة العربية العريقة سهلة التحضير، مضاف لها الهيل وأجود أنواع الزعفران. للطلب نرجو زيارة حساباتنا التالية.